بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم فيه على ثلاث موضوعات، اولهم هو موضوع البري تيرم او اللي احنا بنسميهم الاطفال المبتسرين، تمام؟ وهنتكلم في الاخر كده على كلمتين صغيرين على حاجه اسمها سمول فور جيستيشنال ايج، جبنا سيرته في البدايه خالص، حاجه اسمها لارج فور جيستيشنال ايج. دول كده موضوعين جميلين. بالنسبه للاطفال المبتسرين او الاطفال البري تيرم، عرفناهم قبل كده ان ده طفل مولود اقل من 37 اسبوع، طفل مولود اقل من 37 اسبوع. طيب انا عايز اعرف ببساطه خالص ايه اللي خلى الطفل ده اصلا يتولد قبل 37 اسبوع؟ اعرف منين او ايه الكلينيكال بيكتشر البارزه اللي قدامي؟ طب وانت قلقان منه ليه؟ ايه الكومبليكيشن؟ وده سؤال مهم جدا، ايه الكومبليكيشنز بتاعت البريتر؟ وازاي حضرتك في الاخر تقدر تعمل له مانجمنت لموضوع البريتر؟ طب تعالى كده بس بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتكلم على الاسباب بالعقل كده، ايه اللي يخليني اولد ست بدري عن معنى؟ ليه؟ قال لك والله ببساطه شديده، لو انا متخيل مثلا ده الرحم بتاعنا مثلا زي مثلا كده، وقال السيرفكس اهو، قال الفاجينا، وعندك هنا مثلا زي وقتها بنجيب بلاسنتا النشيمه، وبعدين حبلك السري التمام المحترم من هنا، والبيبي قاعد مزاجه زي الفل جوه الممبرينز، وقاعد مزاجه 100 فل و10. جيت مره واحده كده قلت له يا برنس الليالي يا رومانتي ميزان، تعالى ما والدك دلوقتي. ليه؟ واحد، ان ممكن تكون مشاكل في الام نفسها، يعني ممكن تكون مشاكل الام ايه؟ يعني قد تكون الام عندها مثلا كرونيك إلنس، يعني ست عندها مثلا ولا هيكون مشاكل في القلب، والقلب بتاعها مش هيستحمل، مش هنقدر نطول فتره طويله. ست ثانيه عندها مثلا بري اكلامسيا. يعني ايه بري اكلامسيا؟ يعني عندها ضغط اللي هو بنسميه عندنا ضغط الحمل، او تسمم الحمل اللي بيحصل ده، فده لازم نخلص بدري، مش هنطول كتير. ممكن ست كده فجاه كده جالها انفكشن، جالها سبسس مثلا، او سبتسيميا مثلا، منبع في الدم او حاجات من دي، فبرضه الحالات الذاتيه لازم ننجز بدري. قد تكون في مشكله نفسها في البلاسينتا، في عندي بلاسينتال سيبريشن، يعني بدا يحصل ايه؟ الست بدات تقول لك وهي حامل كده نزل عليا نقطتين ثلاثه دم. طيب مستمرين؟ اه مستمرين، بيزيدوا؟ اه بيزيدوا. فرحت جاري بسرعه دكتور النساء، فالدكتور لسه بيعمل لها كده الترا ساوند، لقى في بدا يحصل سيبريشن في جدار البلاسينتا. الواد جاب الميعاد بتاع 37 ولد، ما تستناش. فدي كلها شويه مشاكل ممكن تحصل فين؟ في الام. في مشاكل ممكن تحصل ثانيه، اه ممكن تحصل مشاكل في الممبرينز اللي حواليك البيبي، في حاجه احنا بنسميها بروم، حاجه اسمها بريماتيور رابشر اوف ممبرينز، يعني الممبرينز بتاعه البيبي اللي حواليك بدات تفرقع بدري، بتعمل له انفكشن وبلاوي سودا، ده لازم اقول لك. قد تكون القصه كلها في البيبي نفسه، يعني الوقت جات له مثلا انفكشن كده وصلت له عدوى من الام، اللي هي احنا كنا بنسميها كونجينيتال تورش. نعرف مثلا حاجه زي الروبيلا، دي بتعمل حاجه اسمها روبيلا سندروم، لازم تنجزه وتنزله. الواد عنده كونجنتال انواليز، لازم برضه في بعض الاحيان هتضطر انك تنزله، خلاص الموضوع اسف. ممكن يكونوا توينز. توينز برضه انت حضرتك، لا ده مش توينز، ده في ناس بتبقى مثلا حامل في خمس عيال. لو انا سبتها فتره طويله في الحمل، طب ما ممكن يحصل رابشر لليوترس فانت بتنجز. لو نزلت تحت شويه كده كمان هتلاقي السيرفكس بتاع الام، فممكن يكون عندها سيرفيكال انكونتيننس. يعني ايه سيرفيكال انكونتيننس؟ يعني السيرفكس بتاعها مش قافل كويس، وممكن يحصل فيه ريلاكسيشن في اي وقت فيسقط للوالد، فبيدي لا بيد السيرفكس. وصلت؟ فدي كلها ممكن تكون مشاكل، لكن من اشهر المشاكل اللي ممكن تحصل او الاسباب اللي ممكن تسبب حته البريتر، ان يكون القصه كلها ايديو باثيك. يعني ايه ايديو باثيك؟ يعني الله ورسوله اعلم، فجاه كده الست تراها خلاص بتنزل على مامتها، مضطرين ان احنا نولدها فبنولد. فده ممكن كلها تكون اسباب البريتر. طيب ايه اللي عرفك يا دكتور؟ احنا كده قفلنا بس حته الكوز بتاعتك، اتفقنا يا اما مشاكل في الام، يا اما مشاكل في الممبرين، يا اما مشاكل في البيبي، يا اما نزلنا على السيرفكس، يا اما من عند ربنا. طب بالنسبه للكلينيكال بيكتشر دي، احنا قلناها كده حسب حاجه كان اسمها بيلر سكور، فاكر؟ كنت بتعمل ست حاجات، كنت بتقولي اول حاجه كده من حيث السكن والسول والستكس والهير والاير والبريست، فاكر انت الست حاجات دول؟ فكان عندك السكن، كان حتى البري تيرم بتاعي يتفرق عن الفول تيرم، يعني البري تيرم كان الجلد بتاعه كان بيودي بقول ايه، حته لحم حمراء، يعني لونه احمر غامق وفيه شويه قديمة. ادي حاجه، السول رجله من تحت، بص على رجله من تحت ما فيهاش الكريسز او الخطوط الكتيره اللي بتبقى في رجله. ثلاثه السكس، ايه رايك لو ولد؟ هتلاقي السكروتم بتاعه ما هواش فيه الروجيه التجاعيد الكتير، وهتحس التستس هتلاقيها مش موجوده. طب ايه رايك لو كانت بنت؟ هتلاقي الليبيا ميجوره بتاعتها مش قافله على الليبيا من ورا كويس. طب لو حضرتك بتتكلم على الهير، اقصد اللانوجو هير، الشعر اللي بيبقى مولود معاه البيبي، بتلاقيه على اكتاف الواد ده، انت بتلاقي ظهر الواد كله زي الغوريلا، مليان شعر. تيجي تبص على الهير، الودان بدل ما تبقى واخده الكيرف الجميل وتيجي تمسك صوان الودن كده تلاقيها جامده قرقوشه كده، ده انت بتلاقي ايه؟ فقره الودن بتاعته فلات ومفيش فيها الكيرفات ديت، بتلاقيها سوفت طريه جدا.
تيجي تبص على النبل، النبل بتاع البريست قلنا كان بيبقى فلات وحجمه صغير وما هواش ريست ولا اي حاجه. دي كده كانت الكلينيكال بيكتشر بتاعت الولد. الى جانب نقطه مهمه جدا وهي اللي هتفرق بمعنى اصح يعني الوالد ده من الوالد اسمه سمول فور جيستيشن ايج، الا وهي ان الوالد اللي طالع من عندك في البريتيرم ده عيل ضايع، يعني عنده بور ساكلينج، بور ساكلينج وبور كراينج، ما بيعيطش كويس. وعلى فكره البور كراينج في البيبي دي حاجه من العلامات الكويسه جدا، الحاجات اللي بتطمنك ان الواد هو مش وحش، ان الواد بسم الله ما شاء الله صوته جايب اخر الحضانه. طول ما الواد بيزعق وصوته قد كده فاعرف ان ده صحته حلوه ان شاء الله ومكمل معاه. اول ما تلاقي الواد بدا ياخد جنب كده وصوته يهدى ويبقى مؤدب ده اللي تخاف منه قوي وتخلي عينك في وسط راسك عليه. وصلت؟ فخلي بالك ان الواد ده عنده بور ساكلينج وبور براين والتون بتاعه ضعيف جدا، عنده هايبوتونيا او احيانا بيوصل لمرحله الاتونيا. الاتونيا دي اللي هي زي الدكتوره انك بتلاقي الواد بوب مفشخ، يعني ايه مفشخ حضرتك مع احترامي للفظ؟ يعني تلاقيه زي فروب، يعني عارف يبقى نايم كده وتلاقي رجليه متفسخه على ناحيتين كده، بيسميها فروب من بوزيشن، رجليه ما بتتصلبش يعني. طيب السؤال بقى اللي هقف عليه شويتين ثلاثه الا وهو الكومبليكيشن او المشاكل اللي ممكن تواجه الوالد الجريزه. خليك معايا. طب لما نيجي ننقل بعد كده على الكومبليكيشن اللي بتحصل في الوالد البريتر، بص يا سيدي من اشهر الكومبليكيشن اللي بتحصل في الوالد البريتر ان الواد ده بيحصل له انترا كرينيال هيموريدج. وخلي بالك كده من النسبه، بيقول لك النسبه ديت من 20 ل 40% من العيال البريتر بيبقى عندهم انترا كرينيال هيموريدج. ودي نسبه كبيره جدا. نسبه كبيره جدا يعني لو كل 100 طفل عنده مثلا عيل مولود بريتر معاه مكتسب انت عندك منهم 40 واحد عالي. ماكسيموم بتاع دول بيكونوا ايه؟ عندهم انتركرينيال هيموريدج. طيب ايه اللي يخلي الواد دايما عرضه للانتركرينيال هيموريدج؟ ببساطه شديده ان الواد لسه ما استواش كويس، فالبلاد فيسلز والكابيلاريز لسه اماتيور، فبسهوله جدا بيحصل لها ربش وتفرقع. وغالبا الكرينيال هيموريدج ده بيبقى انترا فنتريكولار او بيري فنتريكولار، يعني حوالين الفنتركلز بتاعت المخ او ممكن ينتشر جوه الفنتركلز. طب انا كدكتور اشك ازاي ان الواد ده بيبقى عنده مشاكل انتركرينيال؟ بص ببساطه كلها حاجات بالايه، يعني الواد ده ممكن يكون وصل لمرحله الاتونيا، مفيش تون خالص، ا ريفلكسيا اتونيا وا ريفلكسيا وابنورمال كراي. ابنورمال كراي زي ما قلنا ان هو بقى وي كراي، بدا العياط بتاعه زن كده، فاهم؟ الواد ما عادش معاك خالص زي ما اتفقنا ان هو ايه اتونيا وا ريفلكسيا وايه ابنورمال كراي. تبص على الانتيرو فونتانيل الهي يسترك. الانتيرو فونتانيل هنا مهمة جدا، ليه؟ الانتيرو فونتانيل مش مجرد ان هي بس مفتوحة، ده بقى بلجنج، يعني بدأت ايه؟ ترفع لفوق. ففي حاجة احنا بنعملها كتير جدا ودي حاجة بص روتينية لكل الأطفال المكسرين البريتر لازم تتعمل سواء في بليدنج أو مفيش، انك بتعمل له ألترا ساوند عبر الانتيرو فونتانيل، بتحط جهاز السونار على الانتيرو فونتانيل عشان تبدأ تصور. طب ما تقول لي طب ما أنا أعمل له مثلا سي تي أو ام ار اي. لا خلي بالك أنا برضه مش عايز أعرض الواد ده لحاجات مانوفرز صعبة. ما هو سي تي والام ار اي في الاول في الاخر اشعه ممكن تعمل له بلاوي. فانا في الافضل بالنسبه لي اعمل له الترا ساوند منين؟ من منطقه البريجما او من الانتيرور فونتانيل. لو سبت الواد ده كده وما انتش معبره ده انت ممكن تلاقي الواد داخل منك في كون فالجنز، بدا يخش منك ده بلاوي سوداء يخش في الفالجن وتعمل. طب حلها ايه الحته ديت؟ لو انا عرفت ان هو عنده انتركرينيال او انتركرينيال بليدنج او هيموريدج حلها حقنه كوناكيون او فيتامين كي. طب يا دكتوره الفيتامين كي ده بس عشان يوقف النزيف، يعني انت بتعالج عرض دلوقتي مش مرض؟ ايوه، لان ليه دي ملهاش حل. بالاخر كده الانتركرينال هيموريدج اللي نسبتها عاليه في العيال المكتسرين ملهاش حل غير حقن الكولاكيون، استجاب خير ما استجابش هينزل في حد منهم. طيب تعالى حاجه ثانيه بتبقى انت اللي بتعملها كارثيه، الا وهي لو حطينا بصين على الريتنا شبكيه العين بتاعت الواد ده بيحصل فيها دكتورة حاجه بنسميها عندنا ريتينوباثي. ايه الريتينوباثي دي اللي بتحصل؟ ببساطه شديده حضرتك الواد هو من العيال المكتسبين، فانت حضرتك جالي هنعرف دلوقتي ان من اشهر المشاكل اللي بتحصل دي الهايبوكسيا، نقص الاكسجين، فانت بتدي له ايه؟ اكسجين. حضرتك كنت لازم ماسك الاكسجين على بقه كده وعلى مناخيره، بدات المشكله. ان الاكسجين البريشر اللي انت بتديه كنت بتديه عالي، فالاكسجين هيعمل ايه؟ الاكسجين هيعمل لك حاجه غريبه شويه، حاجه اسمها هيعمل لي اسكيميا. يعني ايه اسكيميا؟ هيعمل ايه في البلاد فيسل؟ هيعمل في الريتنا البلاد فيسل بتاعت الشبكيه اللي فيها فاسو كونستريكشن ضيقه. فالدم اللي رايح للشبكيه يحصل ايه؟ هيقل. فيبدا يحصل اسكيميا، فتبدا الريتنا تكون نيو بلاد فيسلز، تبدا تعمل ايه؟ نيو فاسكولاريزيشن، تعمل بلاد فيسلز جديده جوه الريتنا. النيو بلاد فيسلز دي ضعيفه هتبدا تنزف وتعمل هيموريدج ويوصل الواد في الاخر لحاجه اسمها ريتنال ديتاتشمنت، انفصال في الشبكيه. اللي هو هينتهي في النهايه ان شاء الله الف مبروك بالبلايندنس. من الحاجات المشهوره جدا 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 اللي بتبقى دايما لو انت دكتور رمى بيسترعوك فيها في مستشفى الاطفال الحالات اللي زي دي.
تبقى ديت مشكله. ايه المشكله؟ في الدكتور البطيخه اللي كان شغال. المفروض على فكره اللي احنا فاهمه دلوقتي ان الاكسجين البريشر بتاعه يكون عندك من 50 ل 80. ما يزيدش البريشر بتاعك عن 80. لو زاد عن 80 هتدخل الواد في الريتيروسي وهتدخله ايه؟ ابلايند الواد نعمي. بس ده دايما تلاقي الام تقول لك ايه؟ يا ضمايا دلوقتي اتعمل عشان نقص الاكسجين. لا يا ست، كل ده ابنك الحمد لله اتعمل عشان المتخلف اللي كان مديله الاكسجين كان مديله عضلات عالي، اعمل له ريتيروسي ودخله في ايه؟ في بلايندنس. طب والحل ايه؟ لو حصلت ملهاش غير ليزر، عمليه ليزر تصحيح وبتبقى يعني نسبه نجاحها ضعيفه شويه. انما لو حضرتك الافضل انك تعمله ايه؟ انك تعمله بريفنشن. البريفنشن ازاي؟ ظبطت البريشر من 50 ل 80 ما تزيدش عن كده. طيب تعالى ننزل تحت بقى شويه كده ونشوف ايه المشاكل ممكن تحصل على مستوى السي في اس على مستوى القلب، وايه المشاكل اللي هتحصل في الريسبيريشن وفي البلاط والحوارات دي. لو على مستوى السي في اس من الحاجات المشهوره جدا 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 في دي ان حضرتك دلوقتي عندك ضغطس ارتريوزس بي دي اي بيتنت ضغطس ارتريوزس، ان في ضغط موصله للشريان البلمونري والطرف في الاورطه هنا بيتنت ضغطس ارتريوزس. ولذلك برضه من الاساسيات اللي لازم تخلي بالك منها، تعين مولود بريتاني وهو لسه في الحضانه لازم سماعتك وعلى قلبه وركز في الصوت. لو في بي دي اي مشهوره جدا في حالات البريتان هتسمع ماشينري مرمط. يعني ايه؟ مش هتسمع بقى اللفظ والصوت اللي هو بتاع ضربات القلب، انت هتسمع الوش اللي انت سامعه ده معنى كده ان في بيتا تضغطس ارتريوزس. حلها ايه؟ حلها لو انت عايز تقفلها الاول ميديكال انت عايز تتقفل، فممكن تديله مثلا ايه؟ تديله حاجه اسمها اندو ميثازين على امل ان هو يعمل ايه؟ باظه كونستريكشن كده ويقفل. او تعمل حاجه اسمها زي البروستاجلاندين انهبيتور، تدي حاجات تعمل انهبيشن بروستاجلاندين. او في الغالب بتعملها ايه؟ سيرجري وتريح نفوفها خالص من الحوار ده. والست اللي هي جاهله خالص لو انت سالتها اصلا وانت بتاخد منها شيت او هيستوري كده هتقول لك ده ابني دخل الحضانه وكان عنده وصله شريانيه اتعمل له فيها جراحه. بيعرفوها حتى في المستشفى كده يقول لها يا بنتي يا ست الكل ابنك عنده وصله شريانيه. يعني ايه وصله شريانيه؟ ما هي الضغطس ارتريوزس وصله بين البلمونري وال والاورطه، كان بيعمل لها سيرجري وتتشال. طيب هشوف ايه تاني كمان برضه في السي في اس او مثلا في البلاط. الواد ده على فكره من الحاجات الملحوظه ان الواد ده اهو ما استواش كويس، ما عادش في البطن الام التيم. واخر فتره في حياه الجستيشنال ايج في البيبي هي الفتره اللي بياخد فيها كل الستورز من امه. طيب جميل. يعني ايه المشاكل اللي هتحصل برضه بالنسبه للدم؟ الواد ده غالبا هيبقى جاي لك بانيميا. الايرن ستورز لسه ما اتكملتش، هتلاقي الواد عنده بليدنج تندنسي. برضه اللي عندك الفيتامين كي والبروسترومبين والحاجات اللي زي ديت البروتين فاكتورز كلها لسه ما اتظبطتش. طيب تعالى بص بصايه كده على الريسبيراتوري سيستم. لا ده مشاكل الريسبيراتوري سيستم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. بدايه بقى بتطلع من الابنيا سيستيشن اوف ريسبيريشن، نفسه بتاعه يبدا يقف ونعرف مدته قد ايه كمان شويه. طيب ممكن الواد ده هو عرضه جدا 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 للنمونيا، ليه؟ الانفكشن بتاعه الطفل ده بص هو الواد ما استواش، يعني لسه ماتيور، يعني حتى المناعه بتاعته ضعيفه، فعرضه جدا للانفكشن خصوصا الريسبيراتوري. ليه؟ لان اصلا الريفلكسات بتاعته لسه ضعيفه، فممكن يحصل له اصلا ريشن ويخش في كلام سود. يبقى طيب والنقطه الثالثه الواد ده هو السيرفكتنت، ونتكلم عن الموضوع ده تفصيلا. السيرفكتنت اللي هي مسؤوله ان الكوليسترولات الهوائيه بتاعتك تفضل منفوخه، حاجه اسمها السيرفكتنت. طب الواد عنده نقص في السيرفكتنت فيخش في حاجه اسمها الريسبيراتوري ديستريس سيندروم. احنا هنتكلم على الثلاثه دول اصلا لسه تفصيلا، ده حوار كومبليكيشن في الريسبيراتوري. طب لما نشوف كومبليكيشن على مستوى الجي اي تي، ايه اللي ممكن يحصل في الجي اي تي؟ بص في كارثه في الجي اي تي. اولا الواد ده حركه اللي هو السباينال موتيلتي بتاعته ضعيفه جدا. ما كل حاجه في الواد ده لسه ضعيفه. فحركه الامعاء بتاعته ضعيفه جدا. فممكن توصل لمرحله شلل، حاجه احنا بنسميها عندنا كده باراليتيك الياس. باراليتيك الياس ديت يعني تقريبا مفيش حركه في الامعاء بالمره. اعرفها ازاي؟ ولا الواد جاي ديستنشن، عيل من المنكسرين وبطنه اتفخت خاف. لو انت دكتور في الحضانه وعينه اقل من 37 اسبوع وبطنه منفوخه قوي بزياده خاف قوي، حط سماعتك جري بسرعه على بطنه واضغط جامد واسمع. لو انت ضغطت على بطن الطفل لسه السماعه بتسمع صوت انتسباينال موتيليتي. طب الواد ده مفيش انتسباينال موتيليتي، مفيش صوت حركه، دي مصيبه. براليتيك الياس دي تعتبر نوع من انواع الانتسباينال اوبستراكشن او من اسباب الانتسباينال اوبستراكشن. الاكل اذا ترى واقف او اللبن بقى اللي هو بياخده دلوقتي واقف جوه الامعاء ما بيتحركش شويه وهيبدا يعمل ايه؟ هيضغط على الدار الامعاء دي ويعملها بيرفوريشن ويبدا يحصل بيريتونايتس. الواد ده على فكره مش هيعدي من الموضوع ده. بيبدا يحصل له ما يسمى بحاجه اسمها نيكروتايزنج نيك، نيكروتايزنج انتيرو كولايتس. نيكروتايزنج انتيرو كولايتس ديت هتضيع الواد منك مش هتلحق.
برضه انت عندك الليفر بتاع الواد ده لسه ما استواش كويس، فطبيعي جدا ان لسه ما استواش كويس، فالواد ده كمان يخش معاك في ايه؟ في جوندس. فالبلاوي اللي بتحصل في البريتن كتير جدا. طيب لسه في عندك شويه مشاكل ميتابوليك على جنب كده، ودول برضه خطرين جدا. شويه هايبوهات بقى، شويه هايبوهات زي ايه مثلا؟ الواد ده دكتوره، ايه رايك؟ الستورز المخازن استوت ولا لا؟ لا لسه. فايه رايك؟ اول حاجه الواد ده عنده هايبوثيرميا. يعني ايه هايبوثيرميا؟ الواد مولود بيرتعش. بيرتعش بمعنى بيرتعش، مش عشان تكييف اوضه الولاده، لا لا لا، ده الواد اصلا ما عندوش سبت دنيا سفات، الواد جدا على عظمه يا جدعان، الواد ما استواش لسه، ما خدش الدهون الكفايه، فالواد ده بيرتعش منك كده. دي مصيبه سودا على فكره. الهايبوثيرميا من اشهر كومبليكيشن اللي بتموت الولد. شفت كل اللي انت قلته ده؟ بس الهايبوثيرميا دي بتجيب بدري بدري، بتخلص بدري بدري. هقول لك ازاي نعمل مانجمنت للكلام ده دلوقتي. طيب كمان على فكره الماتيور اللي هو الهيت ريجوليتنج سنتر الموجود فوق في الهايبوثيرماس بتاعنا لسه الماتيور، فده برضه يدخل هايبوثيرميا. طيب عندك كمان هايبوغلايسيميا. لو خدت كده راندم كده ببساطه كده هتلاقي ان الجلوكوز بتاعه تحت ال 45 مللي جرام بير دي. فهمتني؟ فتحت ال 45 ده هايبوغلايسيميا وش، والهايبوغلايسيميا هيدخل في هايبوثيرميا، والهايبوثيرميا تعمل هايبوغلايسيميا، فالاثنين مرتبطين ببعض، دي كلها مشاكل ميتابوليك. طيب ليه عنده هايبوغلايسيميا؟ ما احنا قلنا اولا الواد عنده هايبوثيرميا فبيحرق بسرعه. فهمتني؟ وما عندوش لسه الجلايكوجين ستورز اللي متظبطه في الليفر. حلو. طب تعالى كمان الواد عنده هايبوكالسيميا. بص على الكالسيوم كده، السيروم كالسيوم تلاقيه اقل من 7 مللي جرام بير دي. طب ايه اللي يقلل الكالسيوم عند الواد؟ ما هو لسه ما خدش الستورز بتاعته. كل الستورز بقول لك زي ما اتفقنا بتتاخد في الفتره الاخيره في الحمل. فعشان الواد اهو مولود بدري ايه؟ نزل بسرعه ما لحقش ياخد ستورز، فبدا يخش معاه في شويه هايبو زي ما اتفقنا، عرضه شديده جدا للانفكشن وخصوصا النمو. دي كده اللي احنا بنسميها عندنا كوميونيكيشن فاهم بالترتيب. احنا قلنا عنده انتر كرينال هيموريج اللي تيليباثي، مشاكل سي بي اس بي دي اي دي مشهوره لازم اسمعها كويس، ابنيا نمونيا ريسبيراتوري ستريس باراليتيك كيو اكسبيرمنت. ممكن اسال كده اقول لك ايه دور الاستيثوسكوب في واد بريتن مثلا؟ هو ببساطه شديده انا احط صبع، احط السماعه هنا عشان اسمع بي دي اي، واحط السماعه هنا عشان اسمع كريبيتيشن بتاعت النمونيا. طيب ده كلام جميل. يقول لك ايه دور مثلا انك تعمل فانجس اكزامينشن في عيال بريتر؟ يبقى انت بتتكلم في حوار ريتينوبس. ايه دور انك تعمل انتيريور فونتانيل اكزامينشن في وايد بريتر؟ يبقى انت حضرتك عشان تبص على الانتركرينيال هيموريج او اللي هو اللي كان بيسميه كرينيال التراساوند، كرينيال التراساوند. فهمتني؟ ايه دور السماعه بالنسبه لايه دور السماعه؟ تسمع هنا عشان تشوف تستاين الموتيليتي بالمره. يبقى دور السماعه في السي بي اس وفي الريسبيريشن وفي الجيرز. الكلام ده واضح؟ تمام. ازاي بقى حضرتك تقدر تعمل مانجمنت لحاله بريتن؟ وده بقى الكلام اللي هو بص يعني احنا هنقوله كده ايه لله وللوطن. يعني ايه؟ يعني عايز انك تعين بريتن. اقول لك على حاجه، خلينا نمشي كده في سيناريو غريب جدا هيقرب لك المسافات ويخليك فاهم انت بتتكلم في ايه. احنا مثلا ايه في كفر ابو معزه، ماشي، وانت دكتور لسه وتوليد في كفر ابو معزه، وبعدين جات لها سته هاي ريسك، سته مثلا بريت كلامسيا وعندها مشاكل في القلب والدنيا مديره بستنيله، يعني عندها هاي ريسك فاكتورز ان البنت لازم هتولد بدري بريتر. الافضل لو انت بتفهم، تولدها في كفره ممعزه وتاخد 100 جنيه وبعد كده الولد هيروح في 60 داهيه، ولا المفروض انك تعمل ريفير او تعمل ترانسفير تبدا تنقل الولد اهو بدري الى دكتورك ويجعله في ميزان حسناتك؟ ده انت المفروض هتنقل الولد اهو وهو لسه انترا يوتراين. انقله فين يا ابو الدكاتره؟ انقله لمستشفى جامعي محترمه فيها حضانه محترمه. الواد ده هيحتاج يخش ضروري جدا لحاجه اسمها نيونيتال كير يونت. انت عارف انت الاي سي يو انتنسف كير يونت، انت بتنقله بقى نيونيتال كير يونت، لازم هتخش حضانه مبتسمين، مش اي حضانه عاديه كمان. فهمتني؟ لان الحضانات دي بتبقى درجات، فانت لازم تخش على نيونيتال كير يونت. ادي واحد. النقطه الثانيه يا دكتوره، ده لو انت بتفهم يعني، انما لو انت خدت السبورة بتاعتك وقمت جاي في الاخر قلت لهم ايه القبه، ده الواد ده لازم نقول دلوقتي، فالواد نزل مكتسب، فانت هتنقله في فتره دي نيونيت، نيونيتال ترانسبورت. فالنيونيتال ترانسبورت اللي هنا الكارثه الكبرى. المفروض ان انت هتنقل الو ده جاي عيل مكتسب، لا يا جماعه ده لازم اروح حضانه في مستشفى الجامعه دلوقتي. انا افترض ان انت في كفر ابو معزه احدى قرى مثلا احدى اهليه، وان حضرتك عايز تنقله مثلا لمستشفى الطوارئ بسرعه، او مستشفى مثلا الاستقبال في مستشفى الاطفال. فهتقوم قال ايه يا ابو ابراهيم الحق بسرعه، ده الواد لازم يروح مستشفى الاطفال دلوقتي حالا لانه عنده مشاكل كبيره جدا. إيه؟ حط نفسك معايا كده في السيناريو، الاب بيعمل ايه؟ انت قلت له بق واسكت واسكت، الاب بيعمل ايه؟ ابني في ام اخت الواد وجاري رايح بير منصور. طب هو هيركب ثلاث مواصلات غير التكاتك اللي في النص، شايل الواد على ايه؟ لا معاه اكسجين
ولا معاه فلويد ولا معاه اي نيله سودا. هو واخد الواد وطالع يجري، الوريه مرميه في المستشفى ولدت ومرميه هناك، هو واخد الواد والعزبه كلها بتجري وراه ورايح بيه على الطوارئ في المنصوره. طيب جميل، نقل ثلاث اربع مواصلات ولا واخد تاكسيات ولا واخد نيل، وقاعد ياخد انفكشن من كل عربيه هو بيركبها، الواد معهوش اي سبورت في السكه، ده غير ان هو يروح على مستشفى الطوارئ بتوع الامن اللزاز والزراف اللي واقفين تحت، يعني انت رايح فين يا استاذ؟ هات بطاقتك الاول، صور لنا شهاده الميلاد. عارف انت الافلام دي؟ الواد بيموت، الواد مات تقريبا. فاهم؟ وبعد كده حضرتك بتخش بيه الاستقبال، طب فين التذكره؟ قطعت له تذكره ولا لا؟ اطلع قطع له تذكره وتعالى. حوارات ما انزل الله بها من سلطانه، في الاخر يقول لك الواد مات عندكم في الاستقبال. الواد مات من قبل ما يطلع في طفره ومعزل عشان المتخلف اللي هناك. فاهمني؟ طب ايه السيناريو يعني الملائكي اللي هو المفروض يحصل عشان انت تعمل ترانسفير؟ ايه الخطوات؟ ازاي اعمل ستيبس؟ ايه الستيبس بتاعت الترانسفير؟ بص حضرتك هتعمل تواصل، افتكر كده ان حضرتك بتعمل تواصل مع اربع فئات. هتعمل تواصل مع الهوسبيتال اللي انت بتنقل عليه. الكلام ده في ايه؟ اوروبا والدول المتخلفه. يعني ايه؟ يعني في اوروبا والدول المتخلفه تلاقي حضرتك في كفر ابو ميزه اللي هو الكفر الاجنبي، فتلاقي دكتور هناك في كفر ابو ميزه بيتصل بمستشفى طوارئ في هناك الاستقبال الكبير. فيقول لهم يا جماعه انتوا عندكم مكان ولا لا؟ انا عندي حاله، بيبدا يعرفهم كده، انا دكتور فلان عندي حاله بريترم صفاتها كذا، طبيعي جدا وانت في كفره ممعزه تعرف تاخد له بلاد جلوكوز، ده بيحللوه في اي صيدليه، تشوف له البلاد جلوكوز بتاعه وتعمل له هيموجلوبين، مش هقول لك اعمل له صوره دم، اعمل له هيموجلوبين شوف الانيميا فيه اخبارها ايه. فتبدا تتصل بهم في المستشفى تقول لهم انا عندي حاله بريترم، الهيموجلوبين بتاعها كذا والبلاد جلوكوز بتاعه كذا، وصلت؟ ومحتاجين له حضانه دلوقتي حالا. فهل عندكم مكان ولا لا؟ لان برضه في السيناريو الواقعي يا كم من بني ادم بيضيع فكره ان هو بعد ما اتنقل من كفر ابو معزه بست مواصلات وصل المستشفى الجامعي العظيمه، فقالوا له احنا ما عندناش مكان في الحضانه. امال لا اروح فين؟ يجري بيه على المستشفى الدولي، يجري جري على المستشفى الدولي يقول له والله احنا ما عندناش استقبال النهارده. امال اروح فين؟ اروح على مستشفى طلحه الدولي، وبعدين اروح على شرم الشيخ العالمي. الواد كل ده بيموت، وذنبه في رقبه كل اللي عدى عليهم دول، بس اكبر ذنب في رقبه ابو معزه. كان في الاول المفروض تسالي الله انا عندي حاله كذا، الانفستيجيشن بتاعتها كذا، وضعها كذا، ابعتها لكم؟ لا ما عندناش مكان. امال ابعتها فين؟ دي حاجه اسمها ان انا اعمل تواصل مع المستشفى. اثنين، ان حضرتك لازم تعمل تواصل مع الامبيولانس. الاسعاف الطائر. الو يا اسعاف، مستشفى الطوارئ فيها مكان دلوقتي في الحضانه وانا مكلمهم محجزين المكان. بعت لي عربيه اسعاف مجهزه بواحد اثنين ثلاثه ومع فلان. ما هو انت حضرتك مش هتكون حاطط الواد جوه البتاع مثلا عربيه الاسعاف المجهزه وده مش موجود، بس انا افترض وقمت مقعد معاه موظف عامل السواق بتاع العربيه الاحتياطي، قام داخل قاعد معاه جوه، طب الادوات موجوده، الاكسجين موجود، هو مش عارف يفتح انبوبه الاكسجين منين. يبقى انت حضرتك لازم يكون في ويل اكويبمنت ويل اكويب بيرسونز، ناس تكون اصلا عندها خبره تعرف تستخدم الادوات ازاي، ولا ملوش لازمه. طيب على ما يجي لي الاسعاف الطائر، امه قاعده تعيط وبتطم، وابوه قاعد يقول يا ويلي يا ويلي ابني وفلتت كبدي وبتاع، فانت لازم تعمل تواصل مع الليرز. لازم تقول لهم يا جماعه دلوقتي الواد ده طفل مكتسب تمام وعنده مشاكل 1 2 3 4 واحنا هننقله مستشفى الجامعه عشان هم هناك يعملوا له 1 2 3 4. فانت تبدا تضمن الناس، الناس حتى لو حصل له حاجه والناس بدات يبقى عندها ثقه فيك. طيب هتبدا تعمل تواصل مع البيبي نفسه. اعمل تواصل مع البيبي؟ اكلمه يعني؟ لا يا باشا ما اقصدش. في حاجات لا محيص عنها. على ما يبقى البتاع ده يرد عليك وعلى ما يبدا الاسعاف يجي لك ان شاء الله بعد عمر طويل، تكون حضرتك واحد مركب له اكسجين، بس الله يسترك ما تنساش الاكسجين بتاعنا عشان الريتينوباثي ما يزيدش عن ضغطه 80، اوعى اوعى تودي الواد مستشفى الطوارئ بعد ما اتعمل. ماشي؟ اثنين، اي في لاين، اي في لاين، الواد ده هيتبهدل كتير لو راح مواصلات ولا ولا ولا. فان شاء الله لو الواد ده راح بالحاله النائله ب 60 نيله دي على ما يوصل مستشفى الطوارئ من غير ما يبقى عنده اي بي لاين، هتكون داخل في هايبو تنشن بشع، مش هتعرف تركب له غير سنترال ديماس لاين في الرقبه. ده لو لقيت، تعرف ان النسبه كبيره جدا من حالات الوفاه اللي بتحصل في العيال اللي بيتم على ما يحصل له ترانسبورت هو بسبب ان مفيش اي انترا ديماس لاين؟ ما ركبتلوش كانيولا ليه؟ كانيولا عامل 5 جنيه، اجري حاجه على الصيدليه هات لي كانيولا، وفي ثانيه تقوم مركب له كانيولا قبل ما البيز ده ما اعرفش اجيبها تاني. طب لو راح بالكانيولا بتاعته ودخل في هايبوتنشن، خش على الاستقبال جري على قوله محاليل دب 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 على جلوكوز على مش عارف ايه على بتاع، هوب الواد فات معاك.
بعد كده اخش الحضانه. انما لو حضرتك مش فاكر له انت ربنا صايم على ما يلاقوا له ظاهر يكون الواد مات. برضه ذنبه في رقبه مين؟ معاليك. ثلاثه بقى الروتينيات الظريفه اللطيفه الجميله. الواد ده لازم يكون رايح بريفيرنج ليزر محترم. جواب تحويل. الكلام ده بقى مش هزار، الكلام ده روتينيات بس لازم تتعمل. لازم يكون كاتب كده ورقه محترمه. دي الكولد ماشي خلاص زميلي انا مش عارف اتكلم بالانجليزي يا عم ماشي بتقول عربي انا زميلي العزيز الفاضل حلو محول اليه حاله كذا 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 حاله طفل مبتسم تعاني من نقص الهيموجلوبين وفيها نقص جلوكوز بنسبه كذا ماشي وتم عمل لهم مثلا فحص اشعه على الاكس راي او مثلا فطلع فيه مثلا نمونيا في الاكس راي انا افترض ان عملت نمونيا و يعني ايه ولا حضرتكم شاكر الفضل والعرفان في الاعتناء بهذه الحاله ولازم حضرتك تكتب تحتها اسمك وتختم بختم واحد ليه يا اسطى؟ لان ممكن اجيب اي عيل في الشارع اقول له النبي اكتب لي كلمتين حلوين اروح بهم مستشفى الطوارئ هروح مستشفى الطوارئ اقول لك انت جاي لي ده 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 الدكتور اللي كاتبها لي فين اسم الدكتور؟ ما هو في ناس هتلاقيهم في مستشفى الطوارئ عندهم رخامه في الدم غير طبيعيه. هي دي الورقه اللي انت جايبها منين؟ من الوحده فين اسم الدكتور وفين خدمه الوحده؟ ما فيش. لا مش هنستقبلك. انت متخيل؟ انت متخيل يعني كميه الجحود ممكن توصل لفين؟ بس دي اسمها روتينيات برضه العيب مش عليهم العيب على البني ادم اللي مشاك قال لك اطلع دلوقتي جري على مستشفى الطوارئ وخد الواد ويجري ديني حاجه تخش بيها مستشفى الطوارئ لكن تقول لي يلا ارجع على مستشفى الطوارئ ما ينفعش اديني كمان تحاليلي الدوكيومنتيشن بتاعتي اديني الدوكيومنت بتاعتي كلها يا عم هو مش سر من الاسرار الحربيه انا مخبي عليه صوره الدم ومخبي عليه نسبه الجلوكوز ومخبي عليه الاشعه اللي اديتها وهي كانه بص ما تقولوش بقى ان عنده التهاب رئوي. اديني الحاجه عشان اما اروح هناك ما ارجعش اعيدها تاني. وصلت؟ فمن حق ان انا اخد كل الحاجات دي، بس طبعا نظرا ان انت مواطن عارف حقوقك فمحدش بيعبرك في كذا ان شاء الله. فزي ما بقول لك لازم تكون حضرتك متواصل مع المستشفى، مع الاسعاف، مع الاثنين الاب والام ومع البيبي نفسه، ابدا اديله اكسجين، اظبط له الانترافينوس لاين، اعمل له ريفيرال ليتر محترم، اديله كل الدوكيومنت بتاعته اللي عندي. وفي الفتره زي ما اتفقنا انا برضو على ما يجي الاسعاف انا قاعد اعمل له مونيتورنج انا كل شويه بقيس له بلد جلوكوز كل شويه كده بشوف الاكسجين اخباره ايه اكسجين ساتوريشن بجد بمين جنيه بيبقى موجود في كل المستشفيات زي المشهد كده تركب في الصاله وتشوف الاكسجين ساتوريشن عامل ايه كل ده عشان حضرتك تعمل ترانسبورت او تعمل ترانسفير محترم للبيشنت بتاعك قبل ما يفاير منك ويجي طيب انت دلوقتي هتجي وانا دلوقتي هجي لك انت بالصوره الثانيه خالص انت دلوقتي واقف في استقبال مستشفى الاطفال مثلا وجالك البيبي في الاستقبال، ايه الكير اللي انت ممكن تعمله له بسرعه؟ لحد بقى ما تدخله بقى الحضانه وتظبط له البيبي، ايه؟ الحاجات الاساسيات انت لازم تعملها له حتى في الاستقبال في شويه اساسيات كده، اول حاجه ظبط له الثلاثه هايبو اللي كانوا عنده. انت في عندك ثلاثه هايبو لازم يتظبطوا وبسرعه على وجه السرعه. هايبوكسيا نقص الاكسجين فهبدا بسرعه بسرعه اديله ايه؟ اديله اكسجين بس زي ما اتفقنا بص ايدك اوعى تنسى ان الاكسجين بتاعك هيكون الضغط بتاعه من 50 ل 80 اوعى تزيد عن ال 80 عشان الواد ما يخشش في الريتيرو بس يتعمل ماشي طب اظبط له هايبو ايه كمان؟ عندك هايبو جلايسيميا وانا مش هقول لك ازاي اظبط الهايبو جلايسيميا دلوقتي لان احنا هنتكلم بعد كده فيديو تاني عن موضوع الهايبو جلايسيميا وازاي اعمل لها مانجمنت تفاصيل طيب هتظبط له كمان الهايبو ثيرميا هايبو ثيرميا لازم تخش بسرعه في انكيوبيتر كده درجه حرارتها مظبطه تبدا تظبط له الحراره طب انا هفترض ان امه كانت واخده طبيعي وهي اللي جايه معايا بسرعه يا حاج خد ابني كده قلعه كل حاجه خالص عن البالط يعني وقلعه كده واقوم حاطه على صدر الام ولفهم الاثنين في بطانيه واقف في عربيه الاسعاف اللي واقفه بره. فهمتني دي من الحاجات اللي بنسميها عندنا ايه؟ كانجرو ماذر كير يعني ايه؟ يعني انا خليكم زي حيوان الكانجرو مش هي تبقى الكانجرو حاطط ابنه كده في الجيب اللي قدام كانجر فانت حضرتك بتحط الواد على صدر الام وتلفهم الاثنين في بطانيه واحده. دي من الحاجات اللي بتدفي الواد وتظبطه وهايبوثيرميا لان قلت لك الهايبوثيرميا من الحاجات الكوارث هي وهايبوغلاسيميا في موت الطفل بتاع الريتري. يبقى انا ظبطت له الاول هايبوكسيا وهايبوغلاسيميا وهايبوثيرميا. حلو. طب بعد كده بضطر ابدا اعمل ايه؟ ابدا اكله وشربه اكله وشربه وما تنساش تنظفه. يبقى انا عملت ثلاثه هايبو وعملت اكلت وشربت ونظفته. ايه اكله وايه شربه ديت؟ وانا اكله وشربه بجد الكلام ده بس عشان حضرتك تثبت حاجه كده في دماغك في طريقه التعامل يعني. لكن على ارض الواقع ايه اكله وشربه؟ ببساطه شديده لو الواد ده اهو فيه كومبليكيشن ولا ما فيهوش كومبليكيشن؟ لو الواد فيه كومبليكيشن هبدا اشربه، يعني ايه اشربه؟ يعني ظبط له فلويد والكترولايت. ازاي؟ اول ما الواد هيخش لك على طول ما تبدا تدي له محلول رينجر. او ادي له عم بلاش رينجر، ادي له ديكستروز. ماشي ادي له ديكستروز 10% تمام؟
هتديله الدكستروز ال 10%، وبعدين تاني يوم هتبدا تزود عليه بقى الالكترولايت، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم. تالت يوم هتبدا تدينا عليه فاتي اسيد وامينو اسيد. حلو، ومعدل قد ايه الليله دي كلها؟ تقريبا كده هتمشي على جرعه 60 مللي جرام بير كي جي بير دي. ده لو الولاد عملوا ايه؟ لو الولاد داخل في الكومبليكيشن اللي احنا قلنا عليها. انما لو الولاد جاي لك بري تيرم اي من الطفل المبتسمين بس مش بالبشاعه اللي انت شايفها دي، الدنيا معقوله شويه. فخلاص يا دكتوره ابدا اكله. اكله عن ايه؟ يعني اديله ايه؟ وات تو فيد وهاو تو فيد وهاو ماتش تو فيد. طب يعني ايه شايف؟ اديله ايه الاول؟ والله بص لو الام موجوده اديله بريست ميلك. لو الام موجوده اديله بريست ميلك. ان شاء الله يا رب تجمع وتحطه في البروجرام. طب لو الام مش موجوده في فورمولا كده بتبقى لبن صناعي كده مخصوص بس للعيال المكسرين البريتر، يبقى انا عرفت اول حاجه هدي ايه. طيب هدي ازاي؟ والله لو الواد عنده جود ساكلينج، وده قليل قوي في البريتر، اغلب البريتر اصلا عندهم بور ساكلينج زي ما قلنا. فلو الواد جود ساكلينج خليه يتحط على صدر امه ووشه. طيب الواد ما عندوش ساكلينج كويس، لو تعرف تديله بحقنه بدروبر ماشي، تديله بمعلقه ماشي. طب لو ما بيعرفش يبلع، عنده ديسفيش، الدنيا بايظه، التون بتاعه بايظ، فمش عارف يبلع، يبقى الحل والخلاصه يا اما نيزو جاستريك تيوب يا اما اورو جاستريك تيوب. هو امتى دي وامتى دي؟ الاورو جاستريك تيوب تثبيتها مش كويس، النيزو جاستريك تثبيتها افضل، لكن الواد لو لابس له ماسك اكسجين ما تبقاش غمشي. الواد حاطط له ماسك اكسجين على مناخيره، او حاطط له هنا انبوبه اكسجين كده ايه بيطلع اكسجين على مناخيره، هتدخله نيزو جاستريك تيوب ازاي؟ من تحت الماسك. ساعتها هتضطر لايه؟ الاورو جاستريك تيوب وتنزلها في المعده وتديله فيها اللبن بتاعه. حلو؟ يبقى انا عرفت ازاي اديله. طب اديله هو ماتش؟ اديله قد ايه؟ حضرتك تبدا معاه في الاول ب 30 مللي، 30 مللي بير كي جي بير دي، بحيث ان الماكسيموم بتاعك توصل مثلا معاه على 150 مللي بير كي جي. حلو؟ يبقى انا بدات ب 30 وبزيد تدريجي كده عشان لما الدنيا تظبط اوصل لحد 150 مللي بير كي جي. ده طب اديله كام مره؟ هاو ماتش وبعدين هاو مين؟ كام مره؟ كام رقعه؟ والله المفروض كده ايه كل ساعتين تخش للممرضه تديله رقعه. وعلى فكره ممرضات الاطفال المبتسمين لازم يكونوا هايلي كواليفايد. صحصحه وفايقه ومش حاطه وشها في الموبايل ومركزه مع الواد ده، لان الواد ده ممكن يفلي ويقعد منها في ثواني. فانا كل ساعتين بروح اديله اللي هم ال 30 مللي دول واشوف الدنيا بتاعتي ماشيه ازاي. وصلت؟ يعني ببدا ايه اظبط بعد كده كمان القرارات بتاعتي، ابقى عارف انا هديله ايه وهديله ازاي وهديله كام مره وهديله كميه قد ايه، لحد ما الواد يبدا يظبط معايا ده ازاي اكله وازاي اشربه. امال يعني ايه انضفه؟ يعني ما هو صح انت من شويه مركب الواد ده انترميز، مركب له لايف، او ممكن تركب له سنتر ودي مصدر. من شويتين حد حط له ماسك اكسجين، من شويتين قعد تاكله ببرون او تاكله برضاعه او تدخله نيزو جاستريك تيوب. دي كلها مانوفرز قابله جدا جدا للانفكشن. فابوس ايدك غسيل الايدين، مش عايز اسهل من كده. ممرضه بتشيل له البامبرز تغسل ايديها قبل وبعد. ممرضه بتغير له مش عارف ايه تغسل ايديها قبل وبعد. مفيش دخول بايديك للحضانه قبل ما تكون معقم ايديك. ويفضل من الهاند لحد القلب، لان انت في الحضانه بتخش من ايديك الاثنين كده الباقي من جوه، فلازم تكون معقم ايديك الاثنين عشان الواد ده زي ما اتفقنا يونت الزفت وعرضه جدا للايه؟ للانفكشن. يبقى خلصت الكلام ازاي عملت له مانجمنت، عملت له ترانسفير محترم، عملت له كير، لان عليك الثلاثه هايبو وعملت اكل وشرب ونظافه. ده كده خلاصه كلامي على البريتر. يبقى انا عرفت يعني ايه بريتر، اسباب البريتر، والكلينيكال بيكتشر بتاعته ثلاثه وثلاثه. اتكلمنا بسرعه على كومبليكيشن وقلنا مشاكل انتركرانيال وريتنوباثي، مشاكل كارديو باسكولار ريسبيريشن جي اي تي، اتكلمنا شويتين وعلى الايه وعلى الحاجات اللي هي الهايبوهات، وبعد كده اتكلمنا ازاي اعمل له مانجمنت، ازاي اعمل له ترانسفير محترم، وازاي اعمل له جود كير بعد ما يتنقل. تمام كده؟ طب بالنسبه لتاني موضوع ده مش هياخد مننا وقت، بقى حاجه اسمها سمول فور جستيشن ايج. في الفيديو الاولاني في اليونيتس انا كنت عملت لحضرتك كده ايه شارت كده ما بين الايج العمر بتاعنا وما بين الويت الوزن. وقلت لك انا عندي في حاجه كده ايه اسمها 10th برسنتايل وفي حاجه كده اسمها 19th برسنتايل، وان البيبي بتاعي لو هو عمره بيوديني مع الوزن بتاعه لو جبت من هنا مع هنا وفرقتني في المنطقه دي، فدي حاجه كنا بنسميها سمول فور جستيشنال ايج. ويا ابني ايه الفرق ما بين البريتر والسمول فور جستيشنال ايج؟ البريتر ده طفل ما قعدش كتير جوه الرحم، ده قعد 37 اسبوع او اقل ونزلناه. انما السمول فور جستيشنال ايج ده ممكن واحد يكون بوست تيرم، يعني عيل قعد 42 اسبوع لكن نموه جوه الرحم كان واقف، وبالتالي لما اتولد فرقت لما مثلا عمره كان كبير لكن وزنه قليل لقيته واقع معاه في المنطقه دي،
يعني تحت ايه؟ تحت ال 10th percentile. يبقى تعريف السمول فور جيستيشنال ايج هو طفل تحت ال 10th percentile، يعني في المنطقه دي. ايا كان الفتره اللي قعدتها، انا بقول لك اهو مالهاش علاقه بالفتره ديت، كنت بتكلم على فتره قليله، انما هنا بتكلم على وزن قليل بالمقارنه بالفتره اللي قعدتها. ايه فرق الواد السمول فور جيستيشنال ايج والواد البريتيرم؟ هو مفيش فرق تقريبا. وانا هريحك خالص في الحته دي، يعني حضرتك كلينيكال كالتشر وككومبليكيشن وكمان مش نت انسخها زي ما هي. لكن الفرق الوحيد اللي هنركز فيه، الواد احنا قلنا قعد فتره طويله ولا قليله؟ قد يكون قعد فتره طويله. فالواد اللي سمول فور جيستيشنال ايج حصل له ديفلوبمنت معقول الى حد ما، فالواد ده هو جاي اليرت وبوت كراين بيعيط وبيصرخ. والنقطة الثالثة بالنسبة لي إن الواد ده هو كمان إيه؟ بوت ساكلينج. بيرضع زي الفل وبيعيط زي الفل وألف، لكن مشكلته الوحيدة إيه؟ إن وزنه قليل. فافتكر الواد ده هو عامل زي حضرتك كده لما تكون لابس إيه؟ ده أنت لسه عايز الواد أهو، وأنت لابس مثلا إيه؟ جلابية باباك. شوف بتبقى عاملة عليك إزاي؟ فالواد ده مشكلته الوحيدة في إيه؟ أنت عندك القصة بتاعته بتعرفه إزاي بيبقى عنده لوز سكين. جيل واسع عليه، ريدندنت، مترهل. تلاقي واحد بوزنه صغير قوي وجلده سايب خالص من عليه كده ومترهل طبقات كتير. فده بنسميه عندنا ريدندنت سكن او لوز سكن. فهو الفرق الوحيد بينه وبين البريتيرم هو نفس المشاكل اللي بتحصل في الاثنين، ولكن بركز شويه في ان الواد ده هو جاي قادر وفايق، وفي نفس الوقت عنده صابلنج كويس ولوز سكن بتاعه. ده الفرق ما بين عيل بريتيرم وبين عيل سمول فور جيستيشنال ايج. تمام؟ طيب امال لو عيل بقى عندي لارج فور جيستيشنال ايج. ايه بقى لارج فور جيستيشنال ايج؟ يعني ايه لارج فور جيستيشنال ايج؟ يعني لما جينا اشوف كده والله خدنا البتاع السن بتاعه كده وبعدين مشينا مثلا مع الويت بتاعه فبقيت واقع في الحته دي. يعني فوق ايه؟ فوق ال 19th percentile. فده بنسميه عندنا لارج فور جيستيشنال ايج. طب ده الجوه عيل بغلوني وزنه كبير، ففي الغالب ممكن يكون فاميليال، يعني ممكن تكون من اسباب لارج فور جيستيشنال ايج لاسباب الفاميليال. ما شاء الله ابوه بغلا وامه بغلة فاحجام كبيره، فما شاء الله ايه؟ فاميليا. فممكن يكون كمان لو ترى في حاجه نعرفها بعد كده ان شاء الله في الار اتش ام كومبيتابيلتي. في حاجه كده هنسميها هيدروكسي كده لسه، اقول لك سيبك من دي على جنب، لكن لو اقف معاك عليها شويه كده اللي هو البيبي بيبي اوف انفنت او سوري اوف دايابيتك ماذر. ايه بقى بتاع الدايابيتك ماذر ده؟ ده فيه مثال جدا ما كنتش لقيته مثلا. بيبي اوف دايابيتك مصر او انفنت اوف دايابيتك مصر، ايه اللي حصل؟ ببساطه شديده افهم الحوار. هي واحده زي الام دلوقتي عندها السكر، حلو؟ الام عندها ايه؟ السكر. يعني ايه عندها السكر؟ يعني معنى صح البنكرياس بتاعها مش شغال، فالجلوكوز عندها اخباره ايه يا باشا؟ بلعلع في السماء. الجلوكوز بتاعها زياده. الجلوكوز ده هيروح لمين؟ للطفل. فالطفل بقى عنده جلوكوز كتير، فيعمل ايه في البنكرياس؟ يستيميوليت البنكرياس. فالبنكرياس هيعمل ايه يا بولبش مهندسين؟ هيطلع انسولين، فيزيد الانسولين في البيبي، صح؟ وهنا بقى لنا وقفه. هو الانسولين لما يزيد في البيبي بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، اولا الانسولين بتاعنا ده اهو انابوليك. يعني ايه انابوليك؟ يعني بيكبر، كبر كل حاجه، بيبني كل حاجه بزياده. ولذلك هتلاقي الواد ده هو مولود عنده ماكروسوميا، ماكروسوميا، يعني ايه ماكروسوميا؟ يعني حاجه كبيره. وبالتالي هيكون عرضه للبيرث انجري، للبيرث انجري ده موضوع اصلا هنتكلم عليه تفصيل. يعني عيل كبير فاتحشر في الرحم وهو بيعدي من السيرفكس ممكن يحصل له كسر في الكلام، ممكن يحصل له ايربس بوس لو كسرت او قطعت البريكامبلز. طيب ايه تاني بيعمله الانسولين؟ الانسولين ده يا دكتور يا متكاثر بيعمل ايه في الجلوكوز؟ بيعمل هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا هتقولي هو الباب ده ما حصلوش هايبوجلايسيميا وهو في بطن الام ايه؟ لان الام كانت بتدخله جلوكوز كتير، فالانسولين كتير يكسر الجلوكوز كتير. طب انت بعد الولاده قطعت الجلوكوز اللي جاي من الام، فالانسولين الزياده دلوقتي شغال على جلوكوز البيبي فقلله، فالواد هيبقى عنده هايبو جلايسيميا، وبالتالي هيبقى عنده هايبو ثيرميا. هايبو جلايسيميا وهايبو ثيرميا، واحنا عارفين ان الاثنين دول من الحاجات اللي بتعمل ديس بشكل مرعب، من اسباب الديس بشكل فظيع. خد كمان اللي جايه دي، الانسولين ده اكرام يبقى من الاصدقاء بتوع البون مارو، يستيميوليت البون مارو، فيعمل ايه في البون مارو؟ يخليه يطلع اربسيس كتير، فالواد هيبقى عنده بولي سايسيميا. بولي سايسيميا يعني الواد عنده كرات دم حمراء كتير. طب ايه راي عند حضرتك؟ عارف كده لو انت عندك طبق كشري وخدت منه معلقه هيحصل حاجه؟ يعني ايه؟ يعني كرات دم حمراء كتير، فالمنتج كتير بس ممكن يكون منها ضعيف شويه، فيبدا يكسر جزء كبير منها، فالواد هيخش معاك برضه في ايه؟ في جوندس. عيل داخل في جوندس.
طيب من الحاجات الاخيره اللي بيعملها برضو الانسولين بتاعنا، الانسولين ده هو عدو السيرفاكتنت، بينعمل انهيبيشن للسيرفاكتنت. طب هو لما ينهبت السيرفاكتنت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دلوقتي اهو ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ودي هنشرحها لسه تفصيل. تلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعه عالي لو انت فاكر اكتر من 60، الايرا النظام دي بتتحرك بشديده، الانتركوستال سبيسز فيها ريتراكشن وحوارات من ده. كده المنظر ببساطه شديده، يعني انا لو بكلمك كده على حوار انفنت وقابلت المرض، هتقدر تقول لي الميكانيزم اللي حصل ان هم عندها السكر جلوكوزها زياده، اتنقل للبيبي، عامل ستيميليشن للبنكرياس فقام مطلع انسولين. ده كده البوست بتاعك. طيب عايز اقول لك كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن. هتقول لي ببساطه ده الكلام ده اللي فات، هو الانسولين ده مش ماده انابوليك؟ ايوه. فالواد عنده ماكروسوميا حجمه كبير وفي نفس الوقت بيحصل له بيرسنج. الانسولين ده هيكسر الجلوكوز فيخش في هايبوجلايسيميا وبالتالي هيخش معايا في هايبو ثيرمو. حلو، دول هيموتوا غالبا لو ما اتحرقش. طيب الانسولين ده هيستيميليت البون مارو فالواد عنده بوليسايسيميا وفي نفس الوقت اتكسر شويه فحصل له جوندس. انهبيت انت اللي هو سيرفاكتنت فالواد حصل له ريسبيراتوري ستريس سندروم. وبالتالي دي بتبقى من الكيسز الظريفه اللطيفه اللي ممكن تتفهم ببساطه. اتكلم على واد مثلا بص بيلعبك بقى للصبح، بيلعبك للصبح. يقول لك مثلا والله ايه؟ ان مثلا الام كان عندها السكر بتاعها عالي مثلا، فاهم؟ خلاص انا اول ما لقطت دي فهمت الحوار. طيب ممكن ما اجيبهاش في وسط الكلام، فيبدا يحور معاك بقى شويه، فان بيبي عنده جونس، فانت دماغك بدات تحلف على موضوع الجونس. ومعاه كمان ايه؟ ريسبيراتوري بقى ستريس وقال يقول لك عنده زياده، عنده تاكيبيا ماشي ووركينج ايه اللي ظاهر، فانت دماغك لا ايه اللي جاب الجونس مع ريسبيراتوري ستريس؟ بدات دماغك تفكر. شويه كده ودينا الواد بدا يخش في جيترنس، يعني بدا ايه؟ يرتعش، وبعدين ممكن يقلب معاك بكونفالجنز. طب بقيس له البلاد جلوكوز بتاعه لقيته اقل من 45. ايه اللي يلم الليله دي؟ ايه اللي يقلل الجلوكوز ويعمل جوندس مع ريسبيراتوري ديستريس؟ القصه كلها تطلع في الاخر انفنت اوف او بيبي اوف دايبيتك مصر. طب ازاي هتعمل لها مانجمنت؟ انت ما بتعملش مانجمنت غير سيمبتوماتيك هاتو البشويه. الاهم والاخطر والاسرع اللي بيلحق هم بسرعه هم مين؟ الهايبوثيرمي هتدفي الواد زي ما قلنا من شويه، والهايبوجلايسيميا لسه هتكلم معاك ازاي عليه. النقطه الثانيه بوليسايسيميا وجوندس، يبقى هتشوف الجوندس بتعالج ازاي، الريسبيراتوري هتشوف الريسبيراتوري ديستن، فاهم؟ هتعالج اعراضك، فهمتني؟ يبقى الفكره كلها هناك الاساس بالنسبه لي هما الاثنين دول، هتعالج الهايبوثيرميا وتعالج الهايبوجلايسيميا، الباقي الاعراض اللي بتظهر حضرتك تبدا تعالج. شكرا، السلام عليكم.